أما غزة أيها الأخوة والأخوات، إنها قرية مؤمنة أخذت على عاتقها تطهير القدس وتحريرها، أخذت على عاتقها أن تكون نموذجا للأمة، أخذت على عاتقها أن تكون نورا في وسط هذه الظلمة، أخذت على عاتقها أن تدفع الأثمان غاليا من اللحوم، من لحم أبنائها ودمائهم من أجل القدس ومن أجل عزة وكرامة هذه الأمة. جيل تشبع بثقافة المقاومة وثقافة الجهاد في كل تفاصيل حياته، العفوية تنبي عن هذا الحب والاحتضان. ذلك أم تربي وتنشئ وترسل وتزغرد حينما يأتيها ابنها شهيدا، ومقاتل يبكي ليس من لقاء الاحتلال ولكن يبكي حينما يعود من الخطوط القتال قد فاتته الشهادة في تلك الميادين. المقاومة الإسلامية حماس ببرنوز أبا مدين شعيب الغوث قائد الجيوش بمعركة حطين، والذي شارك في هذه المعركة رفقة صلاح الدين الأيوبي، والذي قتلت إذا هكذا هي الجزائر عموما وتلسانه خصوصا داعمة للقضية الفلسطينية.